تتعمد قتله أثناء بحثهم عن الطعام وقصفهم في طوابير المخابز. الجوع سلاح إسرائيل لإخضاع غزة، ما القصة؟ منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم الاحتلال بانتهاج حرب التجويع، وصفة إياه بجريمة حرب بغيضة ضد أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة، أسلوب حرب انتهجه مسؤولون إسرائيليون لتجويع المدنيين العزل والمحاصرين عبر منع إيصال المياه والغذاء والوقود واستهداف المصانع والمحال التجارية والأراضي والمحاصيل الزراعية والمحطات الكهربائية، كما تعمد عزل مدينة غزة ومدن وبلدات شمال القطاع عن مدن جنوب القطاع التي تعتبر السلة الغذائية لباقي المناطق، ناهيك عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في ظل تسجيل وفيات من الأطفال بسبب الجفاف الناجم عن الجوع الشديد.